ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا، ثم ركب الأتوبيس، ثم رجع إلى شقته وضيع المفتاح، ثم دخل إلى بيت جيرانهم ودخل إلى بيته وارتاح. هذه سورة التفاح هذه. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: خرج في الآونة الأخيرة فيديو يظهر فيه الداعي محمد العريفي وهو يقول سورة التفاحة ليضحك من أمامه، ثم يرتل كلمات مضحكة على طريقة ترتيل القرآن، فما حكم ذلك في الشرع؟ نسأل الله العافية والسلامة. قال بعض أهل العلم: من ترك سنة، من أتى بدعة نزع الله عنه من السنة مثلها حتى يراجع. أقول هذا العمل أقل ما يقال فيه السخرية والتحكم، وهو من القص الذي كان ابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا خرجوا من المسجد. فكيف يسمى هذا الترنيم والإنشاد لما يسمى سورة التفاح أو تلاوة لسورة التفاح؟ لو من اعتقد هذا كفر. من اعتقد أن هناك سورة اسمها سورة التفاح هذا يكفر. أما من فعل هذا الفعل وهو لا يعتقد فهذا متحكم ساخر ويخشى عليه، لأن عمله هذا من الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. يقول: أحسن الله إليكم، إن الفتن قد كثرت والدعاة المضللين قد كثروا، فقد سمعت بعض الدعاة يقول للجمهور أنه يدعو يهودية للإسلام، فقرأ من سورة مريم ثم قرأ كلاما عاديا رتله كترتيل القرآن، ثم قال مازحا للجمهور: هذه سورة التفاحة، فما حكم هذا؟ وهل يعد هذا استهزاء بالقرآن؟ نعم، إذا كان يأتي بكلام من عنده ويشبهه بكلام الله ويرتله مثل ما يرتل كلام الله ويسميه سورة، فهذا على خطر عظيم، قد يرتد بهذا الكلام وإن كان مازحا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فالذي يمزح بالقرآن يجيب كلام يقول هذا مثل القرآن ويرتله ويوهم الناس إن القرآن، هذا يرتد بهذا العمل. نعم. نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما معناه أن إذا أن الحاكم أخذ جلد ظهرك وأخذ مالك، وما حدث في الشعوب الآن يعني. أي هو طبعا فرق بين أن يتسلط الحاكم على شخص معين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم: اسمع واطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لا يتكلم عن لو أن الحاكم تسلط على شخص معين بينه وبينه مشكلة، ولا الحاكم رجل مضبوط لكن جاء وتسلط على شخص وجلد ظهره وأخذ ماله. يقال لهذا الشخص: لا تقم تدعو إلى إسقاط هذا الحاكم أو تقوم أمامه بسلاحك، لأن المفسدة التي ستترتب على خروجك عليه أعظم من مفسدة أنه ضربك. شوف لك أي طريق آخر طلع فلوسك منه. لكن الكلام لو أن الحاكم منع الشعب كله مثل ذلك. لذلك شوف لما تثور الشعوب بعدين يجي الحاكم ويقول يلا زودنا رواتبكم 20%. طيب 20% هذه من وين أتيت بها؟ ما أنت أشغلتنا من زمان تقول اقتصادنا ضعيف، ما عندنا موارد، كيف طلعت 20%؟ ما شاء الله، هذه في لمحة عين جاءك، نبتت من الأرض أو نزلت من السماء، دليل أنها أصلا كانت موجودة. ثم إذا نظرت في ثرواتهم هؤلاء يعني الذين سلبوا أموال الناس تجدها بالمليارات يا أخي، والعجيب أنها ليست مليارات في بنوك البلد يستفيد منها الناس، لا، مليارات تستفيد منها سويسرا وبريطانيا وأمريكا وكندا وغيرها والمساكين.
شكاوى أخذ مالك، إنما هو على الفهم الخاص، فكيف يوجه الناس في هذه الحالات؟ فهذا عرفته وسمعت بهذا الكلام، هذا كذاب على الله ورسوله، جاهل صاحب هوى لا ينظر إليه. فإن الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متضافرة كلها في وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين وإن جاروا وظلموا، هذا كلام أهل الإيمان والعرفان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لهم. فأصرح ما يرد به على هذا الكذاب الجاهل صاحب الهوى قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، كيف إذا ولي علينا أمراء يسألوننا حقهم، يعني السمع والطاعة، ويمنعوننا حقنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم أنتم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قد ناظر فقهاء بغداد أيام المأمون والمعتصم والواثق، ناظرهم في قضية الخروج عليه لما امتحن الناس بالقول بخلق القرآن، وردهم في ذلك، وقال لهم حينما قالوا لا سمع له ولا طاعة، قال: لا، هذا خلاف الآثار، إنا نجد في الآثار ما صلوا فلا، الله الله في دماء المسلمين، كفوا دماء المسلمين، وأخذ يعظم الدماء رحمه الله تعالى، حتى أثناهم عن ذلك وبين لهم الفهم الصحيح في هذا رحمه الله تعالى. فهؤلاء لا شك أنهم مخالفون لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، أو لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه التابعون وأتباعهم بإحسان من أئمة الهدى والدين رحمهم الله تعالى جميعا. فقوله هذا القول، هذا قول باطل ولا يؤخذ عنه، ولله الحمد قد سرنا أن رد على مثل هؤلاء الضلال أساطين حملة الشريعة وعلماء الإسلام، فقد رد على مثل هذا وأمثاله المفتي جزاه الله خيرا وصاحب الفضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظهم الله أجمعين، فقد ردوا على هذا وبينوا جهله، فلله الحمد والمنة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هو خاص بالحالات الفردية، وأن الحديث لا ينطبق على الظلم العام، أم أنه عام في كل ظلم؟ لا، عام، يعني طاعة ولي الأمر واجبة ولو قدر حسب منه، لأن الطاعة مطلوبة، وبالطاعة تسلك الأمور، تستقيم الأحوال، وإن حصل ما حصل من خطأ، لكنه خطأ يعتبر في سبيل مصلحة العامة. أما الخروج على الولاة ومعصيتهم فيجر من الفتن والويلات والفوضويات ما الله به عليه. خذوا عبرة الآن من بعض الدول الإسلامية التي حصلت فيها هذه الاضطرابات الفوضوية، ويسمونها بالربيع العربي أو الشر العربي، ماذا جاء من جرى من الفتن والمحن؟ يا إخواني، السمع والطاعة لولاة الأمر من أسباب الاستقرار والطمأنينة والأمن وحصول الخير، وأما الشقاق والنزاع لمصالح الأفراد هذا ضرر عظيم، فينبغي أن نسمع ونطيع ونعتقد هذا الدين، أن ولاة أمرنا الذين بايعناهم على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم
أن لهم علينا حقا بأن نسمع ونطيع لهم ونسد عضدهم ونقويهم ونقف معهم وندافع عنهم ولا نرضى لهم بالشر ولا نرضى لبلادنا بالسوء. نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما معناه أن إذا أن الحاكم أخذ جلد ظهرك وأخذ مالك وما حدث في الشعوب الآن يعني. أي هو طبعا فرق بين أن يتسلط الحاكم على شخص معين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لا يتكلم عن لو أن الحاكم تسلط على شخص معين بينه وبينه مشكلة، ولا الحاكم رجل مضبوط لكن جاء وتسلط على شخص وجلد ظهره وأخذ ماله، يقال لهذا الشخص لا تقم تدعو إلى إسقاط هذا الحاكم أو تقوم أمامه بسلاحك، لأن المفسدة التي ستترتب على خروجك عليه أعظم من مفسدة أنه ضربك. شوف لك أي طريق آخر طلع فلوسك منه. لكن الكلام لو أن الحاكم منع الشعب كله مثل ذلك، لذلك شوف لما تثور الشعوب بعدين يجي الحاكم ويقول يلا زودنا رواتبكم 20%. طيب 20% هذه من وين أتيت بها؟ ما أنت أشغلتنا من زمان تقول اقتصادنا ضعيف ما عندنا موارد، كيف طلعت 20%؟ ما شاء الله هذه في لمحة عين جاءك نبتت من الأرض أو نزلت من السماء، دليل أنها أصلا كانت موجودة. ثم إذا نظرت في ثرواتهم هؤلاء يعني الذين سلبوا أموال الناس تجدها بالمليارات يا أخي، والعجيب أنها ليست مليارات في بنوك البلد يستفيد منها الناس، لا مليارات تستفيد منها سويسرا وبريطانيا وأمريكا وكندا وغيرها والمساكين. يقول حفظكم الله ما رأيكم في من يقول إن حديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك إنما ينطبق إذا كان الحاكم أصله عادلا ثم تسلط على فرد معين؟ أما هذا كلام من عنده، هذا أنا سمعته، هذا كلام من عنده، ما هو يفسر كلام الرسول بهذا الشيء، هذا كلام من عنده، هذا صاحب هوى يريد يفسر كلام الرسول على هواه وعلى طلبه، ما يجوز هذا، هذا قول، هذا يقول على الرسول ما لم يقل عليه الصلاة والسلام، هذا خطر عظيم. نعم. القصاص نهي عن الاستماع إليهم، فإن هذا تشجيع لهم ولا ينبغي. نعم.